سين وما هي هذه الخطه؟ الخطه كانت مقبوله على اساس ان طبعا احنا اليوم ده كان يوم جرعان. الحشود والناس في الشوارع سواء من الجوازات 30/6 سواء من المعارض او من المؤيد. الخطه كانت قبل 30/6 وضعنا خطه في 30/6 تمام. طب حضرتك وضح لي بقى في خطه من قبل 30/6 قبل ما وضعت خطه وخطه قبل 30/6 على ما اعتقد يعني حوالي اسبوع انا اعتقد مع كافه الاداره قاعه الاداره تدرسنا التقارير الامنيه اللي جايه الاحتمالات والتقديرات وهجوم العدد اللي هتنزل الشارع واتفقنا على وضع خطه ارتكزت او يعني تم تقسيمها الى ثلاث مراكز. المرتبه الاولانيه في الاهميه القصوى ان انا امن الحشود اللي موجوده في الشارع. ان انا عندي حشد مضاد. والمسافه بينهم حشد مضاد. المسافه بينهم قريبه جدا. لو حصل اي من الحشدين احتك بالاخر او حشد اكثر من الثاني حصل في الثاني شوارع هتبقى طول من الدماء مصنع تخش تكون قتال اهلي وحرب. ويمكن الصوره المصدره اللي انا اقولها لحضرتك ده احداث الاتحاديه الاولى لما حصل ان الطرفين اقتربوا بعض وسقط عدد من القتلى امام مبنى الاتحاديه. فكنا مش عايزين نكرر نفس البتاع ده فكان الغالبيه القصمى من القوات كان معناها انها تفصل ما بين الحشود ده في عزل تام ما بين الحاجتين موجود تمنع بقى النقل. النقطة الثانية في التأمين كانت المنشآت الهامة والحيوية والاستراتيجية والأقسام بتاعة الشغل. لأن ممكن حالة إفلاس أي حاجة في محطة ما يروج إليه يبقى فيه هجوم على الأقسام وعلى بتاع دوت عودتنا مرة أخرى لأحداث الفوضى اللي كانت موجودة يوم 28/1/18. ويمكن ده السيناريو ده حصل في فترة رابعة وبعد فترة رابعة النهضة. كان أول ما اتجهوا لاقتحام المراكز الإنسان في بعض المراكز اللي كان وقع. مراكز الأكتوبر المصري برضه الجمهور بالظبط. فدي كانت النقطة الثانية أو الخطة أو البند الثاني. يفضل عندي بيت المنشآت المقرر. أنا زي ما عندي أحزاب تبع تيار الإسلام السياسي، عندي أحزاب تبع تيار المدني. وبالتالي أنا قواتي وحجمها ما بقدرش على الربوع المحافظة يكون قدر التأمين القدر اللي مثلا هقدم فيه مثلا الميادين. فده أركناه إلى القوة المحلية في القسم وإدارات قوات الأمن اللي موجودة في المحافظات اللي بيستعينوا بيها. لما يبقى الحدث جلل ممكن اسحب من الامن المركزي اقرب مكان ادفع بيه لمساعده القوات المحليه. دي كان مجمل الخطه واحنا طبقناها يوم 28 وعدى يوم 28 بدون اي على مستوى الجمهوريه. كان في حشود وفي ناس في الشارع. انما يوم احداث بتاعت المعقم السبب الرئيسي احداث صعب هذه الوتيره ان العناصر اللي موجوده جوه هي اللي ضربت نار على الخط. شباب اللي تحت موتوا العدد هناك وبدات النيران تنطلق من جوه. ده اللي اثار الناس اللي موجودين وخلى العموم المعقم نزل بتاع وتجمع امام المقر. تجمع وقسمت الطرق والمداخل بتاعت المعقم ثلاث مداخل. لو سددت الثلاث مداخل خلاص انتهى خط انعزل. وده اللي عملته الناس هم اهل المنطقه تفصيل جغرافيه بتاع